طبعا 111 سنة عزيز علينا جدا وعلى كل شعب مصر. 111 سنة إنجازات، 111 سنة بطولات وأرقام قياسية، تاريخ وتقاليد وعراقة يتصف فيها النادي الأهلي. مش مجلس إدارة حالي، مجالس إدارة متواصلة من 1907، جيل بيسلم جيل، جيل بيعمل أرقام بيكملها الجيل اللي بعده، بيكملها مجلس إدارة اللي بعده. إنكار ذات لكل أعضاء مجلس إدارة وسابقين وحاليين، كلنا يعني حتى لو فرض وفي اختلاف، يبقى اختلاف في حب النادي الأهلي واختلاف في مبادئ النادي الأهلي اللي هي لازم كله يحافظ عليها. إن شاء الله يا رب إن احنا كل سنة نحتفل بإنجاز جديد، برقم قياسي جديد، ببطولة جديدة تضاف إلى دولاب بطولات نادي الأهلي وأرقامه القياسية على مستوى العالم. نأمل إن شاء الله نستعيد النادي الأكثر تتويجا بإذن الله. ده الرقم اللي كان جديد بالنسبة للنادي الأهلي، وإن شاء الله كده يا رب كل سنة نظل حتى لو مجلس إدارة ده أو غيره أو أي حد نحتفل بهذا الحدث الكبير. فعلا اتولدت في النادي الأهلي وعشت طول عمري في النادي الأهلي. النادي الأهلي الحقيقة من يوم ما أنا وعيت وابتديت نشأتي كانت في النادي الأهلي تقاليد واحدة، عراقة واحدة، أصول واحدة. يعني حتى أنا توالت علينا ومن وأنا صغير أعضاء مجالس إدارة ومجالس إدارة مختلفة، أجيال في جميع الألعاب الرياضية مختلفة، كل ماشي على نفس المبدأ، كل ماشي على نفس مبدأ إنكار الذات، وكله في حب النادي الأهلي. بقول كمان ان يعني الواحد اتعلم حاجات كتير جوه النادي الاهلي، اتعلم حاجات تخص حياتي الشخصيه، حاجات انا الحقيقه من النادر ان انا الاقيها في اي نادي تاني، سواء في حاجات تخصنا احنا كجيل صغير كنا لسه في النادي بنحبه جوه النادي الاهلي، او كاعضاء مجلس اداره حاليين. حضرت دي رابع دوره ليا في مجلس الاداره، انا مش شايف ان في اي تغيير، سواء مع الكابتن صالح، مع الكابتن حسن حمدي، مع الكابتن محمود الخطيب، نفس المبدأ ماشي. أعضاء مجلس إدارة حتى لو تغيروا كل بيجي ينصهر جوه غرفة مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هي ما بتغيرش أي حاجة فيها مجلس من مجلس لمجلس.